السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير بنسمع عن مصطلح الكونسيستنسي بمجال الكلاود كومبيوتينج والداتا ستوريج. اليوم رح نوضح معنى هالمصطلح بالإضافة لشرح الفرق بين Eventually Consistent Read و Strongly Consistent Read. Consistency مصطلح بيستخدم في النظم الموزعة Distributed Systems. هلأ رح نشرح الكونسيستنسي من خلال مثال بسيط. في عنا مثل ما شايفين سيستم في داتابيز أساسية. هالداتابيز إلى أكتر من read replica موجودة بأكتر من availability zone ضمن نفس الريجن. الread replica هي نسخة من الداتابيز الأساسية. دوما لما بيكون عنا عدد نسخ من المعطيات رح يكون عنا مشكلة تزامن للداتا. يعني هون عنا الداتابيز الأساسي وعنا أكتر من read replica. يعني دوما بدنا نطمن إنه الداتا هي نفسها بكل النسخ ومطابقة للنسخة الأساسية اللي عم يتم معها التزامن. مثل ما حكينا بهذا المثال الريد ريبليكاز موجودة ضمن availability zones ضمن نفس الريجن. availability zones موصولين مع بعض عن طريق شبكة سريعة بتأمن low latency. من خلال هالشبكة بيتم التزامن بين نسخ databases خلال فاصل زمني قصير نسبيا، وهيك بيتحقق عنا eventual consistency. لحظة، خلونا نرجع لورا ونشوف كيف وصلنا لمصطلح eventual consistency. Eventual يعني بالنهاية، نهاية المطاف. Consistency بتعني تناسق أو تجانس. يعني بالنهاية رح تكون كل النسخ read replicas متجانسة وبتحمل نسخة مطابقة للداتا الموجودة بالداتابيز الأساسية. Eventual consistency أحياناً كمان بتتسمى Optimistic replication. طيب ليش Eventual؟ ليش بس ما نقول Consistent؟ السبب انه العملية ما بتتم بشكل لحظي، يعني في عنا فاصل زمني صغير نسبيا رح تكون في نسخ read replicas ما لها مطابقة للنسخة الاساسية، بس بعدين بيتطبقوا، يعني eventually بالنهاية بيتطبقوا. هلا مع بعض رح نشوف مثال شراء من موقع الكتروني بتوضح في معنى ال eventual consistency بشكل اكبر. سعيد عارض منتج على موقع شراء الكتروني، اسم المنتج book one، عارض كتاب، وحاطط سعر الكتاب 10 دولار. اجا سمير عم يتفرج على المنتجات بده يشتري كتاب، عم يتصفح الموقع. بهاللحظات اجا سعيد وعدل سعر الكتاب من 10 دولار ل14 دولار. بشكل داخلي مثل ما حكينا عم بيتم التزامن بين الريد ريبليكاز مع النسخة الأساسية. خلينا نقول انه اوريدي تم التعديل تزامن مع الريد ريبليكا 1. وقبل ما يتم التزامن مع الريد ريبليكا 2، سمير فتح صفحة التفاصيل للبوك 1 وشاف انه السعر 10 دولار. عجبه السعر وقرر انه يضيفه للسلة. مثل ما شايفين سمير ما قرأ احدث نسخة من المعطيات، اجته نسخة متأخرة شوي عن اخر تعديل تم. خلص سمير التصفح وقرر خلص انه يشتري. بهالاثناء كان تم التزامن مع الريد ريبليكا 2 وصارت تحوي اخر تعديل للسعر، يعني صار السعر 14. ضغط سمير على التشيك اوت ليتم عملية الشراء، راح تفاجأ انه السعر صار 14 دولار بدل 10 دولار. مثل ما ملاحظين هي القراءة الثانية القراءة الاصح لانه بتعكس حالة الداتا الحقيقية. طبعا سمير قرر ما يشتري الكتاب، بس من خلال هذا السيناريو بيتوضح ان معنى الـ Eventual Consistency. هي بتقلك انه انا ما بقدر اضمن لك بنفس اللحظة يتم التزامن، بس بعد فاصل زمني Eventually كل النسخ رح تكون متطابقة ومتزامنة مع النسخة الاصلية. هلا في كتير تطبيقات ممكن تتسامح مع هذا الفاصل الزمني القصير، ممكن تشتغل بالـ Eventual Consistent Mode مثل تطبيقات أو مواقع الشراء الإلكتروني الكبيرة يلي إلها ملايين المستخدمين وبتكون الأولوية عندهم لتخديم هذا العدد الكبير من الكلاينتس بسرعة مقابل التسامح بالتأخير لتصير الداتا كلها متجانسة بكل النسخ. بس الحكي ما بيشتغل بكل مكان، وفي تطبيقات حساسة بتتطلب انه الداتا اللي عم تنقرأ تكون صحيحة 100% ومطابقة للمصدر. طيب شو الحل؟ الحل بهي الحالة بما يعرف بال strongly consistent reads. المقصود فيها انه بأي لحظة رح تسوي فيها قراءة من السيستم، السيستم رح يضمن لك انك تحصل على نسخة حقيقية من المعلومات ومواكبة لكل التعديلات اللي طرقت على الداتابيز لحد اللحظة الحالية. يعني مثل السيناريو اللي شفناه قبل شوي لما نعدل سعيد السعر، سمير لما نقرأ تفاصيل المنتج مع السعر رح يطلع له السعر الأحدث بعد التعديل. على كل الأحوال هي الميزة
strong consistency بتيجي مع تكلفة، أو خلينا نقول مساوئ. رح نلخصها بثلاث نقاط. أول نقطة، ممكن الـ strongly consistent reads ما تكون متاحة عنا في حال كان عنا network delay أو outage، يعني لما بيكون عنا مشكلة بالشبكة وقتها الـ strongly consistent read ما لها مضمونة. هي بالنهاية ما لها سحر، يعني إذا في عنا مشكلة بالشبكة ما رح تتعدل كل الـ read replicas بسرعة، وبالنتيجة ما رح يتطبقوا بسرعة، فما بنحصل على strongly consistent reads. تاني مشكلة إنه الـ read requests بيتم الاستجابة إلها بشكل أبطأ مقارنة من الاستجابة لما بيكون المود هو eventual consistency. تالت نقطة، إنه الـ strong consistency ممكن ما تكون مدعومة بكل story solutions أو databases. بالنهاية لكل نمط له ميزاته وسيئاته، وحسب التطبيق بتقدروا تختاروا النمط اللي بيناسبكم أكتر. وبشكل عام لما بتكون وحدة التخزين بتدعم النمطين strong والeventual، فنمط strong بتكون كلفته أعلى من الeventual. هلأ DynamoDB اللي هي عبارة عن NoSQL database بتدعم النمطين، النمط الافتراضي اللي بيكون مفعل بشكل افتراضي هو الeventual consistency، والنمط الإضافي الاختياري اللي بيجي مع كلفة أعلى هو strong consistency. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم.